أسوي معجنات آشورية نسميها كادي، وراح أحشيها بالعصيدة أو المرتوخة. خليت هنا 1.5 كيلو طحين، وخليت ملعقة أكل هيل، وراح أخلي ملح، راح أخلي ملعقة كوب خمرة، خميرة ما راح أخليه هواي، وصراحة أخبط كل شي سوا وننتقل للمرحلة اللي بعدها. أنا خليت كوب لبن وبيضة واحدة، راح أخبط. حميت الحليب، راح أخلي بيه كوب زيت نباتي، وهسه راح نبدي العجن. بديت أنزل الحليب والزيت اللي خبطتهم سوا، وراح أبدي أعجن. رجعت خليت بعد كوب زيت نباتي، راح أخلي مي دافي حتى أكمل العجن. خلصت العجن وراح أتركها ترتاح نص ساعة، وأنتقل أسوي المرتوخة أو العصيدة. طبعا الحليب اللي يسألني عنه، أني خليت لتر حليب، أخذت من عندي لتر حليب وكوبين ونص زيت، تقريبا كوب مي دافي. هسه أنتقل للعصيدة. العصيدة راح أخلي زبدة، أنا خليت هنا زبدة مملحة، لأن راح أقسم المرتوخة مالتي والعصيدة مالتي لقسمين، قسم راح أخلي به شكر أسوي حلو، والقسم الثاني راح أبقيه مملح، بس راح أكتفي بالملح اللي بالزبدة، ما راح أخليه ملح من عندي. هسه راح أذوب الزبدة، أنتظرها تذوب وشوية تقوم تغلي، وبعدين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. الزبدة عندي، وهسه راح أنزل الجوز المطحون، أنا طحنته، وراح أقلي الجوز ويا الزبدة كلش زين. راح أوطي النار وأترك الجوز يتحمس ويا الزبدة تقريبا فت ربع ساعة، وبعدين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. وهنا دا أغلي الشاي، أريده يغلي وحتى ياخذ لون كلش عميق. بعد ما نحمس الجوز ويا الزبدة، بديت أنزل الطحين تدريجيا. أنا ما قلت إيش قد خليت زبدة، لأن أعرف من عيني إيش قد محتاجة، فخليت 3 باكيتات ونص. راح تطلع كمية ممتازة، يعني كمية تكفي إنه نسوي فت بيها فت 2 كيلو طحين. راح أنزل الطحين تدريجيا، وكل كوب أنزله أذوب الطحين وأحمسه، وبعدين أنزل اللي بعده حتى يختفي طعم الطحين من المرتوخة مالتنا أو العصيدة. أنزل الكوب اللي بعده، اللي هسه أني مخلية هذا 3 كوب. هسه أني مخلية 5 كواب طحين ب3 باكيتات ونص زبدة. بعد راح يحتاج تقريبا، راح اخلي هسه 1/2 كوب، وراح اخليه هواي واخبط لحد ما يذوب الطحين، واشوف شلون القوام مال المرتوخة عندي او العصيدة. طبعا ملاحظة، المرتوخة او العصيدة مو الا نحشي بيها الكادي، لا تنوكل مثل على الريوق. طبعا الطعم يجنن، خاصة من نخلي بيها شكر. كلش طيبة للأكل، يعني الأكل بوحدة ويا الخبز. راح أرجع أخلي بعد 1/2 كوب وأخبط، ما راح أكثر لحد ما يذوب الطحين، لأن ما أريدها تصير قوية، لأن بعد ما تبرد راح يصير قوامها أقوى بعد. فراح لازم تنتبهين شو أشكل تخلين، ولهذا نخلي الطحين تدريجيا. راح يحتاج لي بعد 1/2 كوب وخبط، هم راح يحتاج لي شوي بعد. طبعا راح تبدي تطفر، فوطي النار حتى لا تحترقين، لان كلش كلش حار. شوفوا شلون القوام شلون صار. يحتاج لي بعد شوي تلخ، خبط. مرحبا
حسابي شلون صارت. راح اكتفي بهذا القوام اني هيجي تصير، لان من تبرد راح تصير اقوى بعد. فهسه راح ابقى احرك بيها لحد ما اطبخ الطحين كلش زين حتى لا ينطي طعم واحنا بناكلها. راح ابقى احرك بالعصيدة مالتي او المرتوخة مالتي لمدة 20 دقيقة هيجي، وبعدين نرجع للخطوة النهائية ونخلص. التحريك المستمر شوفوا حتى اللون تغير من كثرة القلي. راح طبعا انا موطي النار لان كلش حارة وراح تطفر. راح ابدي انزل الشاي اللي سويته شوي انزل الشاي وابدي خبط. ديري بالك راح تبدي تطفر. انزل الشاي واحرك لحد ما احصل لون حلو، بعدين اشيلها مع النار. شوفوا حبايبي شلون صارت، اللون طلع يجنن. راح اكتفي، ما راح اخلي بعد شاي، هو باقي بعد فد شوي بس ما راح اخليه، راح اكتفي بهذا اللون. هسه قبل ما اشيلها مع النار، احنا اذا تريديها حلوه تخلينا السكر هسه، واذا تريدين تبقيها مالحه تخليها مثل ما هي. انا استعملت زبده مملحه، يعني ما راح اخلي اي ملح بيها، راح اكتفي بالملوحه اللي بالزبده. انا ضقتها وطلعت ممتازه من حيث الملوحه، من عندي رادوها حلوه، فراح اخلي هسه السكر بيها واغبطها واتركها تبرد. لازم تبرد بعدين نبدي الشغل عليها. اذا ما بردت، اذا ما تكون بارده لا تشتغلين عليها لان راح تفرد وتخرب العجينه بايدك. فلازم تبرد تماما بعدين اشتغلي عليها واحشي العجينه بيها. هسه راح اهبط السكر واضوها واتركها تبرد وننتقل للمرحله اللي بعدها مع تحريك مستمر لحد ما ذوبت السكر تماما بيها وعلى نار كلش هادئة حتى يذوب السكر ويروح طعم الطحين. راح اخذها اخليها على جنب لحد ما تبرد. قطعت العجينة شنق وراح ابدي الشغل. قطعتهم دوائر طبعا الاشكال حسب الرغبة، اكو ناس تسويهم مثل الكليتش كبار، واكو ناس تسويها مثلثات، واكو ناس تسويهم دائرة كبيرة. انا راح انوع، بديت اسويهم مثل الكليتش كبار، نفس الكليتش بس على حجم اكبر. راح اخلص من هذا واسوي مثلثات واسوي ايضا وحدة كبيرة. سويتهم مثل الكليتش كبار، راح ابرمهم من تبرميهم خليهم هالشكل حتى لين تنفتح النقشة. وهاي راح اسويها مثلثات مثل هاي، نخلي الحشوة بالنص. تجيبين هذا الطرف تسديهم اكمل حتى ندخلهم للفرن.